أول سفير في أول سفارة لسوريا في لبنان ينهي مهمته الدبلوماسية. حصد احترام الخصوم والأصدقاء، كيف فعلها وماذا بعد؟ أكثر من 13 عاماً في لبنان، ماذا يقول عن السنوات الأصعب بالعمل الدبلوماسي بعشرية النار؟ بإيجاز لهذا الأسبوع مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. بإيجاز يأتيكم الاثنين الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القدس الشريف.